دعونا نبدأ ونتعلم كيفية تحويل النسب المئوية لأعداد عشرية، وربما سنتعرف أيضا على كيفية تحويل الأعداد العشرية إلى نسب مئوية إذا كان لدينا مزيدا من الوقت. لذلك دعونا نبدأ بمسألة أعتقد أنكم ربما تعرفون كيف تحل. إذا قلت لدي 50 بالمئة، لا أعرف إذا كنت أرغب في كتابتها بهذه الكمية، ولكن سأتماشى مع هذا الوضع، لذلك أريد أن أحول ذلك إلى عدد عشري. حسنا، ربما أنك تعرف كم تمثل 50% بالأعداد العشرية، فإذا قلت لك بأنه يوجد تنزيلات في محل ما تصل إلى 50%، سيتضح لك ببساطة أن التنزيلات ستكون على نصف السعر، فكيف إذن ستقول نصف كعدد عشري؟ إنه يساوي فاصلة، هنا 0.5، وبلا شك تلك معرفة سابقة مخزنة في دماغك، ولكن هل هناك نظام معين يجب اتباعه لتحويل 50% إلى 5 بالعشرة؟ حسنا، إنه أسلوب واضح جدا. كل ما عليك فعله هو أن تقول مهما كانت النسبة المئوية فهي تكون نفس العدد مقسوما على 100. إذن 50 على 100 هي نفس قيمة 5 على 10 أو 5 بالعشرة. الآن هي هذه أبسط طريقة لتحويل النسبة المئوية للأعداد العشرية، وبهذا أعتقد أنك ستفهم بسهولة كيفية تحويل النسبة المئوية لعدد عشري أو العكس، فيمكنك القيام به في رأسك. فإذا قلت 50 وسأقوم بإضافة فاصلة عشرية على النحو التالي، 50.0، وليوضح لكم هذه النقطة، 50.0%، أليس كذلك؟ إذا كنت أريد تحويل 50% إلى عدد عشري، كل ما علي فعله هو أن أتخلص من علامة النسبة المئوية، لذلك سوف أفعل هذا هنا، 50%، أتخلص من علامة النسبة المئوية والفاصلة العشرية وأنقلها منزلتين إلى اليسار، 1 2. إذن هذا الموقع الجديد الفاصلة العشرية، فنستطيع القول أن هذا يساوي 50% أو .50. إذن 50% يساوي 0.500، وبطبيعة الحال هؤلاء الصفرين الأخيرين ليس لهما أي قيمة، لذلك سوف نتخلص منهما، وبالتالي فهو نفس قيمة 0.5 أو 5 بالعشرة. إذن 50% يساوي 5 بالعشرة. ربما أنك الآن تقول حسنا بالتأكيد إن هذا يبدو سهلا، ولكن ماذا لو قمنا بتصعيب المسألة، حيث أن 50% أستطيع تحويلها برأسي بسهولة، لذا دعونا نجرب بعض المسائل الأصعب قليلا. دعني أقول 16.32%. حسنا، دعونا نقوم بذلك مثل ما قمت به في السابق، سوف أعيد كتابته هنا، 16.32%. حسنا، إذا قمنا بالتخلص من علامة النسبة المئوية يكون علينا أن نحرك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار، إذن هكذا، 1 2. هذا هو المكان الجديد للفاصلة العشرية، فالفاصلة العشرية تذهب بعيدا ويصبح العدد 0.1632، والذي يساوي 16.32%. أعتقد أنك فهمت الفكرة الآن، اسمحوا لي أن أقوم بحل مسألة أخرى باللون الأخضر. لنفترض أن لدي
بالمناسبة هذا النوع من المسائل يربك الكثيرين. لنفترض أن لدي 0.25%، لذلك من المهم أن نتذكر، وسأقوم بالكتابة هنا، ربما 0.25 وقبل الفاصلة 0 و 0. بالطبع ستتساءلون لما أفعل هذا، لكني أعتقد بأنك ستعرف سريعاً لما وضعت صفراً آخر، على الرغم من أنه لا يضيف أي قيمة للعدد. 0.25%. حسناً، ما هو النظام هذا؟ يمكنك التخلص من علامة النسبة المئوية وتحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار. إذن هذا يساوي 0.0025. إذن هنا 0.0025 يساوي 0.25%، ويمكنك وضع صفر آخر هنا إذا كنت تريد ذلك. في الواقع ينبغي عليك القيام بذلك دائما، لأن ذلك سيجعل المسألة سهلة القراءة. إذن 0.25% يساوي 0.0025، وأريد أن أقارن بين هذا و 25%. برأيكم كم تساوي 25%؟ حسنا، أرجو أن تفعلوها على النحو الذي قمت به. يمكنكم التخلص من علامة النسبة المئوية وتحريك الفاصلة العشرية. في هذه الحالة اسمحوا لي أن أترك هذا هنا 25%، وحتما ستقول أين ذهبت الفاصلة العشرية. حسنا، لأن 25% هو نفسه 25.0. إذن قمنا بالتخلص من علامة النسبة المئوية، فعلينا تحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار، والناتج هذا يساوي 0.25 على نحو عدد عشري، أو 0.250. ممكن أن نضع صفرا، بينما 0.25% تساوي 0.0025. أريد منك الآن الجلوس والتفكير في الكيفية التي تم بها تحويل عدد صغير مثل 0.25 إلى نسبة مئوية. دعونا نفعل ذلك مع أمثلة أخرى، وربما اتجهنا إلى اتجاه آخر. لنفترض أن لدي العدد العشري 0.01، وكنت أرغب في تحويله إلى نسبة مئوية. سأكتب هنا نسبة مئوية. حسناً، هنا سأفعل العكس. إذن يمكننا التعامل مع المسألة من ناحيتين، ويمكننا أن نقول مهما كان العدد فنحن في الحالة هذه نضربه بمئة ومن ثم نضيف علامة النسبة المئوية. إذن لدينا 0.1 بعد الفاصلة ضرب 100، ومن ثم سنقوم بإضافة علامة النسبة المئوية. إذن كم ناتج 0.01 ضرب 100؟ حسنا، الناتج هو 1، ويمكننا أن نتعامل مع مسائل الرياضيات على هذا النحو ونضيف علامة النسبة المئوية. إذن لدينا 1%، أو بطريقة أسهل عندما نقوم بالتحويل من نسبة مئوية إلى عدد عشري نقوم بنقل الفاصلة العشرية منزلة واحدة أو منزلتين إلى اليسار. لذلك عندما نقوم بالتحويل من عدد عشري إلى عدد نسبي فإننا نقوم بعملية معاكسة ونحرك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين. إذن بما أننا قمنا بذلك فدعوني أعيد كتابتها. 0.01، اذهبوا منزلة 2 مكان الفاصلة العشرية الجديد هنا. إذن قمت بالتخلص من الفاصلة العشرية، يصبح العدد 0.1000. ومن الواضح أن الصفر هنا لا يعني شيئا، وهذا يساوي 1.00، إذن هو العدد نفسه.
واحد، وإنه لمن المنطقي تحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين. إذن هو حقا نفس الشيء عند ضرب بمئة، صحيح؟ فإذا قمت بضرب أي عدد بعشرة فكأنني أقوم بتحريك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليمين، وإذا قمت بقسمة عدد على عشرة فسأعمل على تحريك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليسار. دعوني أجرب بعض من الأمثلة بما أن لدينا مزيدا من الوقت، أعتقد أن لدي بضعا من الدقائق. لنفترض أن لدي 1.25 وكنت أريد تحويل ذلك إلى نسبة مئوية. حسنا، أسهل طريقة لعمل ذلك سوف أقوم بكتابتها هنا، 1.25. هاخد الفاصلة العشرية وانقلها منزلتين إلى اليمين هنا، ومن ثم سأضيف علامة النسبة المئوية، فهذا يساوي 125%. وإذا كنت تفكر في ذلك الطريقة المنطقية التي يتحدث بها الناس عن النسبة المئوية، فإذا قلت لكم أنني سأدفع 1.25 ثمنا لسلعة معينة، فهذا منطقيا يساوي 125% من ثمن السلعة. أمل أن تصبح مثل هذه المسائل سهلة بالنسبة لكم، وذلك بلا شك يكون من خلال الممارسة. دعونا نفعل مسألتين أخريتين، ويمكن إيقافي إذا لاحظت أني أقوم بذلك سريعا. الذي يمكن أن أفعله هنا، دعوني أفكر، إذا قلت 0.003 وأنا أريد تحويل هذا إلى نسبة مئوية، حسنا مرة أخرى يمكن أن ننقل الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين، 1.2، حسنا 1.2، وهذا بمثابة ضربه بمئة. عند عملية الضرب ننقل الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين فنحصل على 0.003، وثم نضيف علامة النسبة المئوية بالمئة. هذا الصفر زائد ليست له أي قيمة، إنه نفس قيمة 0.3%. المهم أن تدرك أنه عند قيامك بالتحويل من نسبة مئوية إلى عدد عشري أو عدد عشري إلى نسبة مئوية، أنت تقوم بالتحرك نحو موقع الفاصلة العشرية، وإذا وجدت أنك تتحرك في مساحة فارغة عليك فقط أن تضيف أو تتخلص من الأصفار تبعا لذلك. ومن المهم أن تتذكر أنه عند التحويل من عدد عشري إلى نسبة مئوية العدد الذي أمام الفاصلة العشرية يصبح أكبر، وعندما أحول من نسبة مئوية لعدد عشري فأحصل على عدد أصغر. إذا قلت 25%، فهي نفسها 0.25 أو 25، وهذا عدد بالنسبة المئوية وهذا عدد عشري. فإذا ذهبت إلى رقم أكبر من 25% إلى رقم أصغر 0.25 ولكنه نفس المقدار وهو بالمثل، إذا كان لدي عدد عشري دعونا أقول 0.1، فعندما أقوم بتحويله إلى نسبة مئوية سوف يصبح أكبر نسبيا، ففي الحال هو نفس قيمة 10%. كيف أفعل ذلك مرة أخرى؟ حسنا 0.1 وأضيف صفرا لأنني سأعمل على نقل الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين، حسنا 1.2، وهكذا حصلت على العدد 10%. ونأمل أن هذا الأسلوب قد اتضح إليكم الآن، استمتعوا.